اهلا بيكم في كورس الانيميشن المعماري باستخدام برنامج 3D Max و V-Ray. انا المهندس محمد الاشرم، مهندس معماري محترف ماكس معتمد من اوتوديسك ومدرب معتمد. بشتغل 3D Max بقالي اكتر من 15 سنة. عملت شغل كتير في اكتر من 120 مشروع، منهم الخارجي والداخلي والانيميشن. الكورس ده هعلمك خطوة بخطوة أحسن طريقة عشان تخلي تصميمك المعماري يأتي إلى الحياة عن طريق الأنيميشن. الهدف من الكورس ده هو إني أديك المهارات اللي تخليك تنقل شغلك من صور ثابتة لفيلم أنيميشن رائع. الكورس ده مبني على مشروع أنا كنت مخلصه لتلات فيلل في مكان كده جنب لندن اسمه كومبي جرين. فأنا قسمت لك طريقة الشغل لخطوات بسيطة تقدر تنفذها على أي مشروع معماري. وعشان أسهل الدنيا بسطت الخطوات دي لتلات أجزاء، كل جزء بنمسك مرحلة معينة عشان ننتج فيلم الأنيميشن ده. في الكورس ده هتشوف نصايح وحيل وطرق كتير قوي هتوفر عليك كمية وقت ضايع وهتخلي المنتج بتاعك النهائي تحفة. خد بصة على المنتج النهائي بتاع فيلا الكومبي جرين في الفيديو اللي جاي.